السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو راح اطول شوي بالمقدمه. اول شيء بدي اتشكر كل واحد على التعليقات الحلوه، وراح احط لكم تعليقاتكم بالشاشه، انه كثير احيانا بدي لحتى وقف اليوتيوب، ما عاد انشر شيء على اليوتيوب، بس لما بشوف تعليقاتكم الحلوه بشوف في كم شخص عم بحبني، حتى انه ما عندي متابعين كثير وما عندي مشاهدات كثير. طبعا انا عندي 22000 مشترك، فيديوهاتي ما بيوصل ل 500 مشاهده، ف كنت حابب اوقف عن اليوتيوب وما انشر. بس شفت فيديو اخر فيديوهات اللي نزلتهم وقريت تعليقاتكم، فانا اللي عم بخليني استمر بهالسلسله وانشر فيديوهات هو محبتكم الي، حتى اذا كم شخص، فهذا الشيء بخليني استمر باليوتيوب ونزله حتى لو ما عندي مشاهدات وما عندي لايكات او ما عندي متابعين كثير. بيهمني اللي كم واحد اللي عم بيحبني واللي عم بيتابعني ويحط لي تعليقات حلوه على تعليقات حلوه، فهذا الشيء بتسوى الدنيا واللي فيها. فمشان هذا الشيء راح استمر بنزل فيديوهات. فاللي كمان بتشكر الشباب اللي ما بيحبوني وبيغلطوا بالتعليقات ويصير بيحكوا شر وغرب، فهذا الشيء طبعا بيرجع له لاصله ولتربيته. هذا الشيء ما بيهمني، بيهمني الاشخاص اللي عم يتابعوني وبيحبوني، مع احترامي لهم. كمان حتى اللي انت اللي ما عم تحبني وتكرهني وحتى عم تحط لي ديسلايك وتكتب لي تعليق سلبي، تحياتي لك حبيبي، مشكور. فهذا ما بعرف شو بدي اقول لك عن هذا الشيء، بس المهم تحياتي لك، ما قصرت. انا اللي هذا الشيء اللي كنت حابب اوصل لكم اياه، انه انا راح استمر بحبكم لي، بس اشوف حتى اذا اثنين ثلاثه بحبوني وبدهم اني انشر هذا الشيء راح انشر، لانه محبه الناس هي اهم من كل شيء، اهم من المشاهدات واهم من الدخل من اليوتيوب، اهم من المصاري اللي بيطلع لي من اليوتيوب. طبعا الا هذاك النهار جماعه عم يطلبوا مني مصاري، يقولوا انتم جماعه اليوتيوب ما شاء الله عندكم مصاري كثير، ابعث لي 2000 دولار على سوريا. لا يا حبيبي، انا صحيح يوتيوبر عندي 22000 مشترك، بس ما عندي دخل باليوتيوب ولا سحبت ولا دولار من يوتيوب من بداية ما بلشت لهلا. فبعتذر منكم كثير عن هذا الشيء، انه بعرف مقصر بحقكم، ما في جواز، ما في مسابقات، ما في اي شيء، بس انا وضعي المادي ما بيسمح لي. يعني انتم هلا صرتوا اهلي ثانيين، فما راح اخبي عليكم، انا وضعي المادي ما بيسمح لي اعمل جواز بشكل يومي واعطي افتح السيزون لكل الاشخاص اللي يطلبوا مني. يعني حسب قدرتي، يعني حسب قدرتي انا بعمل مسابقه مسابقتين بالشهر، ايه، بس لما اجي كل اسبوع اعمل جوائز وكل بشكل يومي وافتح سيزون او افتح باكجات، فهذا الشيء مو من قدرتي لحتى اعمله. فهلا بترككم مع الفيديو مشاهده ممتعه، وان شاء الله تستمتعوا بهذا الفيديو. وكثير منكم عم يقول لي اغير السلسله، اعطوني افكار، انتم اعطوني شيء اعمله، انتوا قولوا لي بالتعليقات اعمل هيك وانا بيجي بعمل لكم. طلبتوا مني العب جيم ميرامار، لعبت. طلبتوا مني العب جيم سولو، راح انزل لكم جيم سولو سكواد كمان، وانتوا اطلبوا مني شغلات وانا بسوي لكم اياها. تحياتي لكم وشكرا لكم وشكرا لدعمكم. وانت عم تتفرج على هذا الفيديو حط لنا لايك، تعليق حلو على ذوقك، وعمل شير لاصدقائك خليهم مني كمان يشوفوا الفيديو وشاهد انت. والسلام عليكم ولا عكروت معميق العاقل، شوفكم فيديو جديد. البنشر هون ما عاد إلنا حكي، بس شوف لعبة تكتيك واسمع لي صوت البكي. سكواد الحارب سكواد المعاقب، بدك تتحدى ايه تحمل العواقب، خالف للمسؤولية إذا صابت إفراط، شعور بالفشل كآبة وانحطاط، لا تلومني شو بساوي انت اللي تحديت، لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت. سكوادي قادر انه زلزلك أرضك خليك مجنون. السلام عليكم. السلام لله. وعليكم. وعليكم السلام. هلا وين تنزل؟ تعال على الجبل هذا، تعال على الجبل اليمين الطياره، تعال حبي الجبل. يلا جيت. تعال نعمل تحالف، تعال يلا نزل. يلا نرجع. الله استر. تخافل تخافل؟ ما انت تفاعل مالك عامل تخافل؟ انت انزل لاقي سلاح وبعدين يقول مالي عامل تخافل. ما انا عامل تخافل. ما حدا اجا، قال لي ليك نجايك وما اجا. روح البيوت، البيوت ايه. انزل هون 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 بتلاقي سلاح اكثر.
ليش طول الدروب لو هيك؟ لك نزل 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 شعر شعر ليكو ليكو نزل شو طول ما طول يا زلمة أنا عم قول طول خذ الدروب خوزي خذوه لا أنا بس بدي أخوزه حطيت الكار كمان أوف. الحمد لله شو بك؟ الحمد لله إجا قوم يلا أنا رح أنزل بالتزلج دقيقة رح أنزل وياك امشي وينو هذا؟ وينو شريف تعال دقيقة رح أجي معكم له وربك وربك له إذا وقف وقف أنت التاني تعال تعال ضربوا فلير تعال قدامنا شوف هذاك التاني فات أمه فانوس رمضاني ما بقى ينزل عندي انا رح اوقع نوك ها شو يلا جاي لك شوف علقت عندي ما بقى تنزل من هاي اسمه شوف تاني قولك ابويا الزور قلت لك جيبه معاك ما جبته مين روش؟ اه يا عمي لعب قل لي قل لك هرمان قتلت 14 واحد ب 24 كل الكلمتات ثواني 3 و 4 كفو منك وحش وحش هذيك كفو وحش حكى عالم 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 تعوا على البنايه دي عندي تعوا 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 لهون ابو شريف عنده شبك عندي واحد تعال منين جانا هون؟ هرمان هاي فنس واحد هون تعالوا لهون تعالوا تعالوا اجتمعوا تعال شيلوا جو من وراي قدامنا هرمان شافوا؟ هذا بوت هذا بوت بس في واحد ثاني اوكي اوكي في واحد على اليمين على اليسار شفتوا؟ شلون شلون ضرب ذي؟ هذا هاكر هاكر شو هذا ترى ما دافع لك شوف دمي ما بعد فجاه طلع من قدامي شفته ابو شريف ولا عندي كان لقلقه شريف راح بس كان هنيك كيف وصل له والله كان هنيك اجى اجى طلع قدامي ودمي شريف طلع صوت ابو شريف شالوك يا هاكر لانه عن جد ما كان طبيعي كان هاكر منو بتعرف ايش لا لا ليكو ليكو واحد ثاني واحد ثاني ليكو اوه دير بالك والله حس ان اللعبة عندي مو مضبوطة تعال نطلع لفوق هذا تحت لا تفنش لا تفنش ابو شريف انت ليش تفنش يعني ليش تفنش لا انقلع على اللوب يعني اخرتك على اللوب يعني ليش تفنش بس ابو شريف بيستاهل طحش لعنده ما بيحكي ما هيك لا طحش لحاله لعنده عندك سكوب 8 ايش هيدا عندي 12 مشروب ليش شو شايلهم كل هذا قدامي شعرة شعرة الدروب كنت اشوفها الحين دقيقة مني حار يا زلمه يا ركب صعب يا عمي جامعي لو هذا اخر جيم ما هو بس نمسك ايباد ليش؟ ما بعرف اصابعي ما انفصل قلت لك تجيب ايش اسمه قاعده للايباد
هاي انا ايدي ما بعرف احسها انه طيب فيها لا بس نازلينه لا ما بعرف هلا انت روح لها دولة على يسار كان تاخذ بك جايتهم مدرعة يا الله لا جاهم موتور كمان دول الاثنين ثلاث مدرعات الله لا يوفقهم لا لا فليرهم مدرعات فليراتهم مدرعات اي فليرات هاي شفتها من اللاج ما كان عندي دخان طار اوف في واحد واحد من الطور شافوه اكل وحده بادي هارد اللي وقعته راندي حاول يتفنش راندي ليك 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 كم سكوات هكا اوه شو صار شوف سرق الكيل لك ما تفنش هذا جاكيل شي فرمان وين كفو مش شايفين قرمان على وشك التفنيش زي ما ضل في يندل يلا كيلات يلا خالصين؟ والله تشبش شبش كم كيل جاك عليهم؟ ما اعرف اربعة كم كيل معك هلا؟ تسعة في معهم فلير تاني يا الله اوف 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 ملكي ما لحقوا يضربوا لا في اوم في اوم يو ما في بي كيسي؟ قرمان جاي عيد اليوم عندنا عيد انا وياك قرمان رقت مني 10 نقاط لا تعال خلينا نروح نضرب الفلير يلا يلا خلي يجوا الباقي كمان الباقي البقية اللي بقيانين هاي بقيانين 20 واحد اروح على الشيبة زايدة لا ما تضرب هلا وقفت الزايدة الثانية لأنه ما راح تخسر كان في مدرعة ليش ما تبناها؟ راح اضرب قبل ما تفوق الزايدة زغرت اي ما بقت لها حتى اذا ضرب بدها تجينا شيبس اوف شو نحن بالدائرة ايه اروح اجيب المدرعة واجي؟ لا لا تخليك لا تروح تجيب المدرعة ما بدنا مدرعة، لا شو بدك المدرعة؟ مدرعة مخزن بيطير. اي والله. ما بقى طلع راس اذا طلع راس تروح الدايرة يا اخي عندنا شغل ثاني وينو enemies ahead في واحد مكمبر هنيك شلته انت؟ enemies ahead اوه قوية وين موتورنا على دايرة؟ ها؟
هذا 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 Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. اثنين باقيين. اوكي اوكي. مشكلة ما لحقت الفنش هذاك اللي وقعه هذاك. وين 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 وين؟ شفتوا؟ بقى واحد. بس شوي اعبي دمي قهرمان. هذاك الثاني مكمبر ها. يربح. هذا قدام. فوق راندي بعد ما تكمل راندي 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 بعد طلعني يا الله وقف لك راح عبي البيكيس لك يوقف عبي البيكيس وانت واقف هذاك مكمبر اشيل له هدول هذا يجينا من ورا عليكم افتو العلوي لك مشان تكمبر مرة ثانية شلت طلقات او مع هذا ماي 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 طلق بدك طلق؟ لا عندي 8 بكفوني معك تعال بقي انا 3 ضدنا تعال جاي جاي جننتني يا زلمة تروح تيجي بتكمبر بين رجلي بلا معنى ليكو 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 هو اكل هدي اخذ اثنين شلون هات طبعا رفو اركب اركب سوق 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 وقف هون وقف هون هذا اكيد اصدقائه شلونك غلط ابي لك لا يا زلمه بوش بوش تمام شلنا احس انه في واحد بالبيت لا لا ليكو هنيك هنيك بالسموك باقي اخر واحد صديقه كان ورا شجره نزلت وجه هذا شاله Enemies ahead. Gallop, gallop, when, when. Under me. Count, صديق ولا لا؟ لا لا الصديق عنده شجرة اللي فوق. دير بالك أنت من يمين بالأوبن.
طلع. راع لوبي راع تبش والله كلها طلق وما بدك تموت يا والله والله كل 20 طلق الله كفو تعال اعطيها رقصة 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 لعيون الشباب يلا نحن كمان على اللوبي يلا يلا كفو يلا انت كمان على اللوبي يلا